بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نتابع بعد انقطاع دروس اللغة الصربية، اليوم سنأخذ النصب. النصب اللغة الصربية يسمى أكوزاتيف، نصب. وحالة النصب هي تقريبا نفس حالات النصب في اللغة العربية. نصب هو المفعول به منصوب، وله علامات في اللغة الصربية تدل عليه، منها زا، وهذه الزا تعني لي. مثلا أنا أقول هذا الكتاب لمحمد، أوفا كنيجا، هذا الكتاب أوفا كنيجا زا محمدة لي محمد. ولي في اللغة العربية هي حرف جر، لكنها في اللغة الصربية حرف نصب. ومن علاماته أيضا، قل أيضا من المفعول به، وهو الأصل في اللغة الصربية في حالات النصب. والمفعول به أيضا يسمى أكوزاتيف أساسا، وقد يسمى أوبيكت، اللي هو الأوبجكت، أوبيكت، وهو في اللغة الصربية مفعول به. ومن علاماته أيضا، وليس من علاماته، أقصد من حالاته، أفعال الحركة. أفعال في اللغة الصربية مجموعة أفعال تسمى أفعال الحركة. وأفعال الحركة هي الأفعال التي تدل على اتجاه، تقول أذهب، إلى، أمشي، إلى، أصعد، على، أسافر باتجاه. هذه الأفعال التي تدل على الحركة باتجاه معين، من نقطة انطلاق محددة إلى نقطة نهاية، وهي غالباً تتعدى بإلى في اللغة العربية، أو تتعدى بعلى، تقول أصعد على الجبل، أذهب إلى البيت، أمشي إلى السوق، أسافر إلى بريطانيا، وهكذا. الأفعال التي تدل على الحركة والتي تدل على الاتجاه هي أفعال متعدية، كما يتعدى الفعل هنا باللام في حرف حالة حرف الجر، لكنها مع هذه التعدية تكون منصوبة، وسنرى أمثلة عليها إن شاء الله بالتفصيل. علامات النصب، العلامة الأولى، قبل أن ندخل في علامات النصب، اللغة الصربية تقسم الأسماء تقسيم يختلف قليلا عن تقسيم اللغة العربية. نحن نقسم المذكر إلى عاقل وغير عاقل، تقول مذكر عاقل ومذكر غير عاقل. وفي اللغة الصربية لا يميزون الأشياء بالعاقل وغير عاقل، وإنما يميزون بالروح، بكائن حي وكائن غير حي، فيقولون كائن حي وكائن غير حي. الكائنات الحية كلها لها حكم واحد، كما أن العقلاء في اللغة العربية لهم حكم واحد، والكائنات غير الحية تعامل معاملة غير العاقل في العربية ولها حكم واحد. والكائن الحي في اللغة الصربية يسمى جيفو، هذا يجب أن يحفظ، جيفو بيتشي، يعني كائن حي. وأنا ذكرت عن هذا شيئا من قبل، لكن في الإعادة إفادة. جيفو للفعل جيفتي يعني يعيش، وجيفوت جي فوت يعني حياة. أقول موي جي فوت يعني حياتي. وهذه الكلمة أيضا مستعملة بالغزل، فهم إذا أراد واحد يقول لحبيبتي يا حياتي، يقول لها موي جي فوت، تي سي موي جي فوت، أنت حياتي. وبيتشي من فعل بيتي، وبيتي يعني كان، وفعل كان. جي فوت يعني حياة، وبيتي يعني كان. ومنها
مصطلح جيف وبيتشا يعني كائن حي، كائن حي. وبناء على هذا التقسيم، تقسيم الكلمات إلى كائن حي وهو يشمل الإنسان والحيوان، وكائن غير حي ويشمل النباتات والجمادات وغيرها، يقسمون الكلام وتختلف تبع لذلك علامات الإعراب. فنبدأ بالمفرد المذكر. المفرد المذكر، مفرد مذكر غير حي، مفرد مذكر غير حي تبقى علامته في النصب كما هي في الرفع، لا تتغير، وسأعبر عنها بهذا الشكل: مفرد مذكر غير حي، مفرد مذكر غير حي. أيضا عندنا مفرد المتوسط، وقد ذكرناه عدة مرات، ويسمى سريد نيرود، مفرد متوسط سريد نيرود. وهو سريد نيرود وهو يشبه المؤنث المعنوي أو المذكر المعنوي في اللغة العربية. هو ليس مذكرا حقيقيا ولا مؤنثا حقيقيا، يعني ليس له آلة الذكر ولا آلة الأنثى، فهو مؤنث من حيث شكل الكلمة أو مذكر من حيث شكل الكلمة، ككلمة شمس مؤنث وكلمة قمر مذكر، لكن في الحقيقة الشمس ليست مؤنثا والقمر ليس مذكرا، وإنما تعارف الناس على أن هذه الكلمة مذكر وأن هذه الكلمة مؤنث، وهكذا في اللغة الصربية. لكن أفردوا له في اللغة أفردوا له حالة إعرابية خاصة سموها مفرد متوسط. والمفرد المتوسط هذا لا تتغير أيضا علامة إعرابه في الرفع والنصب، فعلامة إعرابه كما تكون في الرفع، هذا المفرد المتوسط كما يكون في الرفع يبقى كما هو في النصب. بقي عندنا من المفرد مفرد مؤنث، مفرد مؤنث، ونحن قلنا أن المفرد المؤنث ينتهي بآ، والآ هذه هي علامة المؤنث في اللغة الصربية آ، وكل كلمة تنتهي بآ تعامل معاملة المؤنث جبرا حتى ولو كانت مذكرة في الحقيقة. مثلا عندهم أسماء مثل نيكولا ويلينا، ونيكولا يلينا مؤنث، لكن نيكولا وساشا وتاتا وتاكسيستا وسلافا، وكل هذه الأسماء مذكرة لكن تنتهي بآ، وهذه الكلمة التي تنتهي بآ تعامل معاملة الكلمة التي تنتهي بتاء مربوطة في اللغة العربية، فهي مؤنثة، فهي كلمة مؤنثة ولو كانت في الحقيقة مذكرة، مثل حمزة وبعض الكلمات العربية التي تنتهي بآ وهي مؤنث وهي في الحقيقة مذكر، بغض النظر عن حقيقة الكلمة هل هي مذكر أو مؤنث، ما دام أنها انتهت بآ فهي تعامل معاملة المؤنث المفرد. هذه الآ في حالة النصب تصبح أو، تصبح أو، وهذه الأو هي علامة النصب، علامة نصب المفرد المؤنث، وسنعطي عليها أمثلة. في حالة المفرد أيضا عندنا مفرد مذكر حي، وهو الذي سميناه الكائن الحي، مفرد مذكر كائن حي. وهذا المفرد المذكر كائن حي علامة إعرابه آ، علامة إعرابه آ، المؤنث علامة إعرابه أو، المفرد المتوسط يبقى كما هو، المفرد المذكر غير الحي يبقى كما هو. وهذه حالات المفرد. الآن في الجمع، جمع المذكر وجمع المؤنث، جمع المذكر سواء كان المذكر الحي أو مذكر غير الحي، وجمع المؤنث سواء كان مؤنثا حقيقيا أو مؤنثا معنويا، علامته إيه؟ علامته إيه؟ فعلامة جمع المؤنث هي إيه؟ علامة نصب المؤنث، عفوا، أحسن،
علامة نصب المؤنث هي ايه؟ عندنا ايضا جمع المذكر المتوسط، والمذكر المتوسط يبقى كما هو، ليس له علامة جمع خاصة به، فكما هو في الرفع يعني كما هو في الأصل يبقى هكذا في النصب، لا يتغير. بعد كل هذه الحالات بقيت عندنا حالة واحدة، هذه الحالة هي صفة المفرد العاقل، صفة، وأحيانا أكثر من صفة نقول مشتق، ولكن في الغالب صفة، مشتق اللي هو صفة من مذكر عاقل. صفة مذكر عاقل، وهذه لها حالتان، إما A G وإما O G. مذكر حي ولا عاقل؟ مذكر عاقل بالعربي هو حي بالصربي، مذكر الحي، نعم. اللي هو O G أو A G. A G مع الأحرف المرققة، و O G مع بقية الحروف. وسأستعمل الآن للأمثلة فعل volete. volete يعني أحب. volete يعني أحب، ويأتي بعده مفعول به، أنا أحب هذا الشيء، فهذا يكون مفعول به. وسأستعمل بالمفرد المذكر المتكلم، يا فوليم، مفرد مذكر غير حي، تليفون، كلمة سهلة بسيطة، تليفون. فكلمة تليفون كما هي بقيت، ما تغير فيها شيء، تليفون كلمة مرفوعة، تليفون، هذا تليفون وهو تليفون، ويا فولم تليفون، أنا أحب التليفون، بقيت كما هي، تليفون تليفون. هذا مثال أول. إذا أتى عندي هنا مثال على مفعول به مذكر غير حي، تليفون مذكر غير حي، فبقي كما هو ولم يتأثر بالإعراب ولم يتغير. يا فوليم، مثال آخر، يا فوليم داتا، هذا مثال على المتوسط، وداتا في اللغة الصربية يعني طفل، للمذكر والمؤنث، طفل، طفل يعني داتا، وهو متوسط لأنه ينتهي بإيه، وكل كلمة تنتهي بإيه فهي مفرد متوسط. مفرد مؤنث ينتهي بآ وتصبح الآ أو. نأخذ مثال، جانا يعني امرأة أو زوجة، فأقول يا فوليم جانو، هي كانت جانا تنتهي بآ، جانا يدنا، جانا امرأة. وهنا في صربيا إذا قال الرجل يا فوليم جانو هو يقصد امرأتي، يقصد أنه يحب امرأته، يا فوليم جانو يعني أنا أحب امرأتي. والمرأة يقولون مرأة أو امرأة بمعنى، ويقولون زوجة. فكما توجد في اللغة العربية كلمتان، توجد كلمة امرأة وتوجد كلمة زوجة، فإذا قال امرأة فتعني جانا في نصب جانو، وإذا قال زوجة من الزوج الاثنان فيتعني سوبروغا. يعني زوجة. سوبروك يعني زوجة. وسوبروغا زوجة.
وفي العربية يوجد خلاف، هل توجد كلمة زوجة وزوج أم لا توجد؟ بعضهم يعتبر أن كلمة زوجة من الأخطاء المنتشرة، ومن قال بهذا الإمام الجاحظ قال لا توجد في العربية زوجة، وكل كلمة زوجة في العربية هي خطأ، لأن الزوج هو من مركب من اثنين، فلا يوجد زوج وزوجة، لأن كل واحد منهما زوج وهو زوجة مذكر ومؤنث في لفظ نفسه. وبعضهم أجازها، وفي القرآن جاء زوج وأصلحنا له زوجة، وجاءت كلمة زوجة في القرآن بالمذكر ما أتت بالمؤنث، والله أعلم. وهكذا في كلام العرب، ونادر أن تأتي زوجة بالمؤنث. على كل حال، في اللغة الصربية زوجة يعني سوبروغا، وزوج يعني سوبروغ، سوبروغ يعني زوج. ونلاحظ أن الفرق هو تماما كما هو في اللغة العربية بين الزوج والزوجة بتاء التأنيث أو بعلامة التأنيث، سوبروغ يعني زوج، وسوبروغا يعني زوجة بالآ. يا فاليم جانو يعني أنا أحب امرأتي، يا فاليم سوبروغو أنا أحب زوجتي. مفرد مذكر حي، مفرد مذكر حي، يا فاليم الله، الله. طبعا في اللغة الصربية لا توجد كلمة فيها حرف مكرر، لا يوجد حرفان، بمعنى لا يوجد تشديد في اللغة الصربية، لا توجد مضاعفة أو تضعيف للحروف، فالله تكتب بحرف واحد، وبعضهم يكتبها بحرفين بحسب أصلها العربي، لكن بحسب قواعد اللغة الصربية كلمة الله تكتب بلام واحدة. فإذا قلت يا ظالم الله تكتبها بالآ، يا ظالم الله، فتضيف لها الآ، لأن كلمة الله هي اسم للحي سبحانه وتعالى. يا ظالم الله. جمع المذكر وجمع المؤنث، سنجمع كلمة تليفون وكلمة امرأة كما يحب كثير من الرجال. يا ظالم، يا ظالم تليفون، اي يعني وا، اي جاني يعني أنا أحب النسوان والتليفونات. يا فولم تليفون إي جينا. جمع المذكر المتوسط، مثلا كلمة سيلا، سيلا اللي هي جمع سيلو، وهذه الكلمة مرت معنا، سيلو يعني قرية، وجمعها سيلا، جمعها سيلا. وإذا أراد رجل أن يقول أنا أحب القرى فيقول يا فوليم، يا فوليم سيلا. ولم أستعمل الجمع من ذاته مع أنه مفرد متوسط، لم أستعمله في حالة الجمع، لأن هذه الكلمة لها جمع خاص، و جمع كلمة داتا سأذكره وحده هنا. كلمة داتا في اللغة الصربية تعني طفل كما قلت، وما في فرق بين المذكر والمؤنث. وجمع داتا هو داتسا، وهذه الكلمة يجب أن تحفظ، داتسا يعني أطفال. وهذه الكلمة عندما تدخل عليها الآ في الأخير داتسا تصبح كأنها مفرد مؤنث ينتهي بآ. فإذا قلت يا فوليم أنا أحب الأطفال تقول يا فوليم ديتسو، ديتسو. تعامل في هذه الحالة، تعامل كلمة ديتسا معاملة المفرد المؤنث، فتصبح منصوب بأو، ولذلك أنا ما ذكرتها هنا، ذكرت مثالا ينطبق على القاعدة، وهو يا فوليم سيلا يعني أنا أحب القرى. بقي عندنا مثال على الحالة الأخيرة، وهو صفة المذكر الحي،
مثلا كلمة جميل في اللغة الصربية تعني لب. لب لب يعني جميل. وإذا قلت أنا أحب أخي الجميل أقول يا ظالم لبوغ لبوغ. وكلمة أخ يعني برات برات أخ. وطبعا كلمة برات هي مذكر عاقل أو مذكر حي كائن حي. يا فوليم لبوغ براتا. نلاحظ هنا أن كلمة لب صارت لبوغ وكلمة برات صارت براتا. هذه هي حالات المنصوب في كل اللغة الصربية، ولا توجد حالة غير هذه الحالات. أعيدها بشيء من التبسيط. عندنا كما قلنا في اللغة الصربية مذكر ومؤنث ومتوسط. سأمسح بعض هذه الكلمات. المتوسط لا ينصب سواء كان مفردا أو جمعا. جمع المتوسط لا ينصب والمفرد المتوسط لا ينصب. هذه أنهيناها الحالة الأولى. الحالة الثانية الجمع كله ينتهي بإيه سواء كان جمعا مذكرا أو جمعا مؤنثا، جمعا حيا أو جمعا غير حي. فالجمع له حالة واحدة وهي الإيه. إذن هنا المتوسط لا ينصب ونضيف عليها المتوسط والمفرد غير الحي لا ينصبون. إذن النصب مختص بغير هؤلاء. المتوسط المفرد، المتوسط الجمع، المفرد غير الحي لا ينصبون. هذه حالة ثلاثة. هذه الحالة لا تنصب، واضحة. و عفوا المشتق الحي المفرد والجمع نفس الشيء. المشتق غير الحي يعامل معاملة المفرد غير الحي. الحي المفرد والجمع نفس الشيء. الحي الجمع نعم الجمع ايه سواء كان حي او غير حي الجمع كله. مفرد متوسط لا يجمع، مذكر متوسط لا يجمع. هذه ثلاث حالات ليس لها جمع. بقي عندنا أن الجمع بجميع أنواعه سواء كان مذكرا حيا أو مذكرا غير حي أو كان مؤنثا حيا أو مؤنثا غير حي، الجمع كله يجمع بإيه. جميع حالات الجمع تجمع بإيه. بقي عندنا المفرد مذكر حي يجمع بأ، ومفرد مؤنث يجمع بأو. وهذه هي حالات النصب. إذا المتوسط لا يجمع أبدا، أقصد لا ينصب. المتوسط لا ينصب أبدا، سريدي رود لا ينصب أبدا. المذكر غير الحي لا ينصب أبدا. الجمع كله بجميع أنواعه سواء كان صفة أو كان مشتقا أو كان اسما أو كان مذكرا أو كان مؤنثا، الجمع كله ينصب بأ. المفرد الحي ينصب بأ، المفرد الحي ينصب بأ، والمفرد المؤنث ينصب بأو. وعندنا هذه حالة شاذة وحيدة وهي صفة المذكر الحي. صفة المذكر الحي المنصوب، صفة المذكر الحي المنصوب علامة نصبها A G أو A G. هذا كل ما يتعلق بالنصب. وإن شاء الله سأمسح الآن ونأخذ
أمثلتان على هذا. مثلا نأخذ أمثلة على زاد، أقول أوفا نيجا نيجا يعني كتاب، زا فاكولتيت. أوفا نيجا زا فاكولتيت. زا فاكولتيت، فاكولتيت بقيت فاكولتيت كما هي ما تغيرت. إذا قلت أوفا كنيجا زا محمدة تدخل عليها الـ آ محمد تصبح محمدة. أوفا كنيجا زا برو بروفيسور كو، لأن كلمة بروفيسور كا أستاذة، هذا الكتاب للأستاذة. كلمة كتاب في اللغة الصربية هي مؤنث طبعا لأنها تنتهي بأ. ذا بروفيسور كو، بروفيسور كا تصبح بروفيسور كو. هذا الكتاب للأساتذة، برو بروفيسور. هذا الكتاب للأساتذة، هذا الكتاب للطالب الجيد، للطالب الجيد. زا دوب روك، دوب روك يعني كلمة دوبرو. زا دوب روك ستودنتال، ستودنت تصبح ستودنتا. ذا دوبروغ ستودنتا، دوبرو أصبحت دوبروغ وستودنت أصبحت ستودنتا. هذه أمثلة على ذا. ذا فاكولتت، فاكولتت هنا في اللغة الصربية يعطون شيء من المد على الأو، يقولون فاكولتت وليس فاكولتات وإنما فاكولتت، مد على الأو فاكولتت. أوفا كنيجا زا محمدة أخذت آ، دخلت عليها الآ في الأخير، محمد أصبحت محمدة. أوفا كنيجا زا بروفيسوركو كانت بروفيسوركا، بروفيسوركا فأصبحت بروفيسوركو. أوفا كنيجا زا بروفيسورة هي جمع كانت بروفيسوري فأصبحت بروفيسورة، هذا يدل على أنها جمع. أوفا كنيجا زا دوبروغ، دوبروغ ستودنتا لأن ستودنت هو كائن حي فنصب بأ، ودوبرو هي صفة لكائن حي فنصبت بأو ج. الآن سنأخذ أمثلة على الأفعال التي تدل على الحركة، وهذه الأفعال التي تدل على الحركة كما قلنا هي أفعال متعدية، متعدية يعني هي لا تدخل على المفعول به مباشرة وإنما تدخل على المفعول به بواسطة حرف. أقول مثلا أذهب، أذهب في اللغة الصربية يعني إيدم، إيدم يعني أذهب. أذهب إلى يعني أو، إيدم أو سنتر، أذهب إلى السنتر إلى مركز مدينة، إيدم أو سنتر. فنلاحظ أن كلمة سنتر بقيت كما هي، إيدم أو سنتر.
إدم إدم أو شكولو إدم أو شكولو فكلمة شكولا صارت شكولو إدم أو ليبيو إدم أو صربيو إدم أو تورسكو تركيا وهكذا إدم أو ففي النهاية المفرد المؤنث يأخذ تدخل عليه أو هي علامة نصبه لأنه مفرد مؤنث يكون منصوب وعلامة نصبه أو إدم نا أونيفرسيتات أو ني فير زي ت ت في الجمع يعني أذهب إلى الجامعات وليس إلى الجامعة أذهب إلى الجامعات وأنا بينت هذا المعنى قبلا مرة أو أكثر عن الفرق بين أو ونا إذا قلنا في اللغة الصربية أذهب وقصدت أن أذهب إلى مكان مستقيم أو مكان منخفض أو مكان ليس مرتفعا أو مكان حقيقيا وليس معنويا فأقول أو وأما إذا أردت مكانا مرتفعا حقيقة أو معنويا كما أقول مثلا أذهب إلى الجامعة نحن نقول في العامية أنا رايح على الجامعة رايح على الجامعة وهكذا يقول في السبيل أذهب على الجامعة وأنا طالع على الجبل يا إيدم أو يا إيدم نا بلانينو على وإذا قلت أنا أذهب إلى البيت أنا أذهب إلى البيت أقول إيدم أو وهذا هو الفرق في المكان العالي أستعمل على وفي المكان السهل أو المنبسط أو البسيط قيمة أو حقيقة أستعمل كلمة أو في المكان المرتفع مكانا أو مكانة أستعمل كلمة نا و هكذا مثال على صفة المذكر مثال على صفة المذكر العاقل أفعال حركة ستافيم ستافيم وهذا الفعل ستافيتي ستافيتي يعني وضع وضع ستافيم وضع يعني هو أيضا من أفعال حركة في اللغة الصربية يعتبر أفعال حركة وضع فيه وضع فيه لأنه يدل على اعتقال ولا على حركة فهو يعتبر أفعال حركة في يعني أو ستافيم أو أضع فيه ستافيم أو موغ براتا موغ موي أصبحت موغ براتا أضع فيه ثقتي أو أضع فيه أمانتي أو أضع فيه مستقبلي أحلامي إلى آخره فهذا ستافيم أو موغ براتا فموي تصبح موغ وبرات تصبح براتا وهكذا نجد أن هذه القاعدة لا تنخرم النصب الأكوزاتيف يأتي مع المفعول به ويأتي مع زا ويأتي مع أفعال الحركة فإذا كان الفعل متعديا بنفسه مثل فعل أحب أحب الله والإسلام والقرآن والسنة فهو يتعدى بنفسه مباشرة وإن كان الفعل يدل على حركة فالفعل هو حرف التعدية والاسم الذي يأتي بعده يأتي منصوبا وعلامة إعرابه هي العلامة العادية لإعراب المنصوبات والفعل اللي هو في العربي متعدي بزا متعدي بلي بالعربية في الصربية تعدى بزا والمتعدي بزا في اللغة الصربية يعتبر منصوبا وأيضا علامة نصبه هي نفس علامات النصب لا يتغير في ذلك شيء تفضل تقول كوبي كنيجو 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 صح محمد محمد
زا محمد. زا محمد. كوبي من كنيغو. كوبيتي أنا هذا الفعل مر معنا. لو ما ذكرت زا لغة محمد غير زا محمد. هذا يتغير معنا. النصب هو عندما تستعمل زا. كوبي كنيغو يعني أشتري. كوبي يعني أشتري. كنيغا تصبح كنيغو. أشتري كتابا مفعول به منصوب على نصبه أو لأنه مفرد مؤنث. كنيغا تصبح كنيغو. زا محمد تصبح محمدا. مو ح م دا نضيف لها الآر في الأخير. إذا استعملنا زا فمحمد تكون منصوبة بأ. إذا قلت اشتريت كتابا لمحمد بدون زا يتغير هذا درس آخر يتغير الإعراب. لكن نحن كلامنا هنا عن الفعل المتعدي بزا. فإذا كان هذا الفعل تعدى بزا أنا أستعمل مصطلحات نحوية. المتعدي حرف التعدية هو الحرف الذي يأتي بين الفعل ومنصوبه لأن الفعل أحيانا يصل إلى منصوبه مباشرة وأحيانا يصل بالواسطة. أقول أكلت تفاحة ونمت على السرير، لا أستطيع أن أقول نمت السرير وأنا نمت على السرير. فالفعل نام لا يصل إلى كلمة السرير اللي هي فضلة مباشرة وإنما يصل بواسطة. هذه الواسطة تسمى حرف تعدية، تعدية يعني تجاوز. فهو يتجاوز عن طريق هذا الحرف ولا يستطيع الفعل أن يتجاوز الفاعل ويصل إلى مفعول به مباشرة دائما. فإذا وصل الفعل إذا تجاوز الفعل فاعله ووصل إلى مفعول به هذا يسمى في العربية فعل متعدي بنفسه، يعني تعدى الفاعل وتجاوزه وذهب إلى مفعول به. أما إذا كان الفعل لا يستطيع أن يتعدى الفاعل بوحده مباشرة يحتاج إلى طريقة أو إلى في اللغة يحتاج إلى عامل يعبر من خلاله ليصل إلى المفعول به هذا يسمى عامل وهذا يسمى تعدية حرف تعدية. فإذا كان الفعل يتعدى بنفسه فهو فعل متعدي نقول متعدي بنفسه. وإذا لم يكن متعديا بنفسه أو كان متعديا لفاعل ويحتاج أكثر من فاعل فهو يتعدى بالحرف. فالفعل العربي إذا كان متعديا بلي اشتريت لي محمد كتبت لي محمد أعطيت لي محمد إذا كان متعديا بلي هذا المتعدي بلي بدل لي نضع زا والاسم بعدها يكون منصوبا إذا كان مذكر عاقل فيكون منصوبا بأ أو إذا كان كائنا حيا يكون منصوبا بأ وإذا كان غير ذلك فيعامل بحالته. إذا كان جمع فهو إيه إذا كان صفة مذكر عاقل أو كائن حي فهو أوج إذا كان مذكر عاقل فحي فهو آ وهكذا يعامل بحالته. تفضل. طيب لو تكتب زا مع ضمائر زا مينة زا تيبة جيد ممكن الضمائر أنا قلت وأكرر لي ولك 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 نعم أن الضمائر في اللغة الصربية الضمائر المتصلة التي هي في العربية ضمائر متصلة هي في اللغة الصربية منفصلة وتعامل معاملة الصفات. وأقول مثلا زامانة زامانة يعني لي زا تابع يعني لك ولك. قول زا نيجا يعني له. زا نيو يعني لها. زا ناس يعني لنا. زا ناس يعني لنا إذا كان إذا كان غير حي كان غير حي. إذا كان كان حي تصبح زا ناشك زا ناشك.
زال فاس زافاس يعني لكم ولكنا. وإذا كان كائن حي كائن حي نقول زا فاشيك زا فاشيك. وزا نيخوف يعني لهم ولهن. وإذا كان مذكر عاقل زا ني خو فوغ. نقول مثلا صوت أمثلة على هذا أكتبه هنا زا أكتبه هنا لحالة الكائن الحي هذا زا ناشك بروفيسورا. زا ناشك بروفيسورا لأستاذنا. زا فاشك بروفيسورا. za vašeg profesora ili ustavikom, za njihovog, njihovog profesora, yani ili ustavihim, au li ustavihina. Sad vajte, هذا هو صحيح. يعامل معرض مذكر. إذا زا مانا يعني لي. زا مانا مانا هي الضمير هي لي هذه. زا تابع لك أو لك. زا نيجا هي هذا يعني له. زا نيو يعني لها. زا نيو لها. زا ناس لنا. ولكن إذا كان مذكر عاقل قلنا تدخل عليه إج في الأخير تصبح زا ناشك. هذه الس تصبح ش ندرسها في مرحلة لاحقة كيف تحولت الس إلى ش. والش هي من الأحرف المرققة كما قلنا فتأخذ إج. زا فاس هي نفس الحالة تصبح زا فاشك. زا نيخ زا نيخوف وتصبح زا نيخوفوغ. أخذت أوغ لأن الف ليست أحرف مرققة فتأخذ أوغ. إذا كان آخر الكلمة من أحرف مرققة فالكلمة تأخذ إيغ. إذا كان من أحرف غير مرققة فتأخذ أوغ. تقريبا هذا كل ما يخص النصب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.